أفرجت سلطات الاحتلال الاثنين عن شيخ الأسرى الأسير فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى الفلسطينيين سناً، وجرى الإفراج عن الشوبكي من سجن عسقلان ووصل عبر سيارة إسعاف إلى معبر ترقوميا غربية مدينة الخليل، حيث كان في استقباله عائلته ونشطاء ومسؤولون فلسطينيون. وفور الإفراج عنه دعا الشوبكي إلى العمل للإفراج عن الأسرى مضيفا: لا أحد معنا إلا الله، الأسرى في ثورة دائمة وهم شهداء مع وقف التنفيذ. إلى ذلك حذر مراقبون من أن تواصل عمليات اغتيال المقاومين الفلسطينيين التي ينفذها جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية في شمال الضفة الغربية المحتلة يشي بتنفيذ خطة ممنهجة لتصفية المقاومة التي زادت مؤخرا من عملياتها ضد الاحتلال. وحسب مراقبين لمجريات الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فإنه لا يخلو يوم من تنفيذ جيش الاحتلال لاقتحامات المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتنفيذ حملات اعتقال وتصفية لمقاومين فلسطينيين يحاولون صد انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي من جنين دكتور عبد الرحمن ملالحة، أستاذ العلوم السياسية. أرحب بك دكتور عبد الرحمن. لماذا تم الإفراج عن الشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي اليوم؟ يبدو فقدنا دكتور عبد الرحمن ملالحة، سنحاول الاستفهام منه هل تم الإفراج عنه لانتهاء محكوميته أم عن شيخ الأسرى المقصود فؤاد الشوبكي، هل تم الإفراج عنه لانتهاء محكوميته أم لأسباب أخرى؟ طبعا كما ذكرت شيخ الأسرى تم نقله وتسليمه قرب مدينة جنين أو الخليل عفوا. عاد إلينا دكتور عبد الرحمن ملالحة، هل تسمعني؟ أهلا بكم. أهلا بك. سألتك عن شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، لماذا تم الإفراج عنه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الإسرائيلي حكم بالسجن الفعلي على الأسير القائد فؤاد الشوبكي 17 عاما، وقمطت هذه المحكومية بتهمة أن الأسير الشوبكي يعني قام بتهريب شحنة أسلحة إبان ياسر عرفات من القوات الإيرانية إلى فلسطين، وتم يعني القبض على هذه الشحنة ومصادرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فاليوم يعني الأسير الشوبكي بهذا العمر وبهذا السن يعني يعتبر شيخ الأسرى الفلسطينيين، وهو كغيره وكغيره من المئات الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون يعني داخل السجون الإسرائيلية التي لم تراعي بحقهم إسرائيل يعني اتفاقية جنيف الثالثة وكل الاتفاقيات المبرمة مع المجتمع الدولي، وما زالت يعني للأسف تخترق كل هذه الاتفاقيات وتضيق على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. طيب، الشيخ الأسرى الشوبكي تحدث عن ضرورة التحرك من أجل إنقاذ الأسرى، كيف يمكن التحرك لإنقاذ الأسرى؟ نعم، يعني في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين اليوم من هجمة شرسة وهجمة منظمة يعني ضدهم من خلال يعني الإجراءات التي أقرها يعني المتطرف إيتمار بن غفير الوزير في الحكومة المتطرفة، يعني يدعي أنه الآن يناقش يعني قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وهذا يدل على شيء يدل فعلا على أن الأسرى الفلسطينيين داخلين في مرحلة خطر حقيقي وخطر يهدد حياتهم وسلامتهم إذا لم يتحرك المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بقرارات سريعة يعني بإبطال هذه القوانين ومعاقبة كل يعني الذين يريدون أن يضيقوا على الأسرى ويخترقوا الاتفاقيات الواضحة. فاتفاقية جنيف الثالثة كانت واضحة، يجب عدم المساس بالأسرى أو المساس بكرامتهم أو بحريتهم أو المساس بحياتهم. كل هذا اليوم يخترق يعني وينفذ
بإجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يعني على مرأى ومسمع العالم. لذلك نحن يعني نتمنى أن يسرع العالم بإجراءات عقابية ضد المخالفين للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي من خلال مجموعة من العقوبات تفرض على كل الذين يريدون أن يأذوا الأسرى داخل السجون. فباعتبار أن الأسرى يعني كانوا وما زالوا يعني أناس دافعوا عن شعبهم وفقا للقانون الدولي تحت ما يسمى حركات التحرر الوطني التي اعتبرت يعني في وقت سابق شخص من أشخاص القانون الدولي، يجب فعلا الحد من الإجراءات العقابية والقمعية التي يتعرضون لها اليوم لكي لا تنزلق الأمور داخل الأراضي الفلسطينية إلى حرب دينية أو انتفاضة ثالثة لا يمكن السيطرة عليها. طيب هذا على صعيد الأسرى. على جبهة أخرى ميدانيا هناك قلق متزايد من استهداف ممنهج من قبل دولة الاحتلال للمقاومين الجدد في الضفة الغربية، كيف تنظر لهذا القلق؟ نعم يعني إسرائيل تحاول جاهدة لإخماد أي انتفاضة أو هدبة شعبية يقوم بها الفلسطينيين من أجل القدس والأسرى أو الشعب الفلسطيني، لأنه اليوم يعني لا يعقل أن تستمر الإجراءات الإسرائيلية ضد يعني المسجد الأقصى والمقدسات من دون أن يكون الشعب الفلسطيني يعني متحركا على الأرض. اليوم هذه المجموعات يعني لا تشكل هذا الخطر الكبير لكي تنقض إسرائيل بكل هذه القوات وبكل هذا القتل والمسلسل الإجرامي الذي ارتكب اليوم لتقوم باقتحام المدن الفلسطينية مخترقة كل القوانين الدولية. فلماذا المجتمع الدولي قرر الدولة للشعب الفلسطيني وتجريم الاحتلال على حدود 67، وبينما يعني يلوم هؤلاء المقاومين الذين خرجوا من عمق المعاناة الفلسطينية ومن عمق يعني التحدي الكبير الذي يواجه الفلسطينيين على الأرض. فأعتقد أن اليوم إسرائيل يعني مبالغة بقتل هؤلاء الشبان الذين يعني لا يقومون بعمل يعني عنف كما يسمونه أو عمل يعني من شأنه أن يضرب الإسرائيليين إلا لأنهم يرون يعني المعاناة الفلسطينية في المسجد الأقصى والأسرى وضد الشعب الفلسطيني كافة داخل الضفة الغربية خصوصا.